السلام عليكم. أجمع من آخر كل حلقة من هذه الفقرة أكثر 15 سؤالا حصلوا على أكبر عدد من الإعجابات في محاولة لفتح طاولة للنقاش بين عشاق الدراما التركية، فشاركونا بآرائكم في التعليقات ولنبدأ. أول سؤال من زايد جوناش: تصنيف مسلسل الحامي هو خيال علمي أكشن درامي؟ مسلسل العهد وفي الداخل جيدان جدا وأنصح الجميع بمتابعتهما. الممثلون الجدد لمسلسل العهد في موسمه الثالث لم يصرح بهم بعد، وفي فقرة الأخبار سأذكرهم فور انضمام ممثلين جدد. لا أعلم لما المشاهدات قليلة، أحاول دائما تقديم الأفضل، وأرجو الدعم منكم أصدقائي بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأراس بولوت إنيم لأساس لديه مسلسل وهو الآن بمسلسل الحفرة تشكر. سؤال من سالم يقول: من أفضل ممثل يبدع في المشاهد الحزينة حسب رأيك؟ حسب رأيي هو كينان إميرزالي أوغلو، وتعتبر المشاهد الحزينة الأصعب على الممثلين. سؤال من ليلى شاخ: ما رأيك في كثرة الاقتباسات من المسلسلات الكورية والأمريكية؟ حتى ولو كانوا يعتمدون على الاقتباس، فاللمسة التركية واضحة جدا في أعمالهم، وكثرة القصص والمسلسلات حول العالم تصعب الأفكار الجديدة. ومع هذا، فالكثرة هذه السنوات الأخيرة أخذت بالازدياد أكثر من اللازم، وأرجو أن يأتي الكتاب بأفكار مبتكرة من صنعهم. سؤال من مصطفى دمير: ما رأيك إذا اجتمع كينان أوغلو وإنجين أكيوروك في مسلسل واحد؟ إذا اجتمعوا سيكون أحدهم ضيف شرف، ولن يكون كلاهما بطلي المسلسل، وهذا توقع شخصي. سؤال من مصطفى علي: من الأفضل برأيك؟ أفضل عدم المقارنة بين المسلسلات لاختلاف معايير وتصنيف كل مسلسل عن الآخر، لكن لا ضرر في إيداء رأي أي أحد عن ما يفضله. أولا في الداخل وبويراس، لا أختار أحدهما الآن. ثانيا حريم السلطان وقيامة أرطغرل، أختار قيامة أرطغرل. ثالثا حب أعمى وحب للإيجار، أختار حب أعمى. سؤال من دنت: تغيرت عن تردد قناة شو تي في وفوكس تي في، وللتصحيح لا يوجد القنوات على قمر النايل سات. وفي أول حلقة من هذه الفقرة والتي يظهر الفيديو الآن أعلى الشاشة، وضعت ترددات كل القنوات التركية والقمر الصناعي الخاص بها، تجد الترددات في الفيديو أعلى الشاشة. سؤال من آنا حيمة: وأرجو من الإخوة عدم سؤالي أكثر من سؤالين أو ثلاثة كأقصى حد في التعليق لإعطاء الفرصة لإخوة آخرين. مسلسل المد والجزر جيد جدا، ونعم انظلم الموسم الثاني قليلا في نسب المشاهدة، ونعم أفضل ممثلة وقفت مع شاتاي إلى الآن هي سيريناي ساريكايا. تصنيف المد والجزر هو شبابي رومانسي درامي كوميدي، وهل هو من أفضل 10 مسلسلات حسب رأيي الشخصي؟ لا. سؤال من محمد عزيز عن أعمال كينان إميرزالي أوغلو الجديدة: له مسلسل جديد للموسم القادم ولم يوقع عليه إلى الآن، وفيلم جانكيز رجاء الموسم الثاني في 2019. سؤال من سعيد الحومي عن موعد عمل فيديو عن أفضل المسلسلات بالنسبة لي، وكنت قد وعدته عن هذه الفكرة وأعتذر على التأخر بسبب بعض الظروف. سأعمل فيديو أولا يشبه هذه الفكرة، وذلك اليوم الاثنين القادم إن شاء الله. بعدها بأسبوع سأعمل عن أفضل المسلسلات. وشكرا لك أخي العزيز. سؤال من حسن بونا: أين الخال رامز وما أعماله؟ وهل لديه أبناء في الوسط الفني؟ الخال رامز الذي جسده الممثل العملاق تونجال كورتيز توفي قبل سنوات رحمه الله، وباقي التفاصيل سأذكرها مستقبلا إن شاء الله في فقرة من هو. سؤال من زكريا شهبون يقول: إذا طلبت منك أن تعطيني مسلسلا واحد فقط لا يقارن بأي مسلسل، جوابي سيكون وادي ذئاب باختصار. سؤال من أسماء التويش: متى سيعرض مسلسل قيامة أرطغرل في موسمه الخامس، وهل سيجسد أراس بولوت شخصية عثمان؟ الموسم الخامس ذكر أنه سيتأخر قليلا في الموسم القادم، أي احتمال أن يكون في الشهر 11 أو 12، وأراس بولوت لديه مسلسل الحفرة في الموسم القادم، فليس هو من سيجسد الشخصية. سؤال من سجاد سلمان يقول: هذه المرة سأسألك عن نفسك، إنه لشرف مشكور. 24 سنة والجزائر، هل تعتقد أن قناتك أفضل قناة للدراما التركية؟ وهل يوجد أفضل منها؟
لا يهم ما أعتقد أنا، بل يهم ما يعتقده المتابعون الأعزاء. ولا لم أشاهد مسلسل الهاوية، ونعم اسم محمد. سؤال من ميغاس، هل صحيح كيفاش سيكون له دور جديد قاسي؟ آخر الأخبار أنه وقع على مسلسل مقتبس من بريزون بريك، وربما يكون هذا هو الدور القاسي. وسؤال من تعبني قدرك يا زمن، إذا المسلسلات التركية تعتمد على الريتينج، والعربية على ماذا تعتمد؟ والله ليس لدي فكرة. هذه كانت 15 سؤالا لهذا الأسبوع، ولمن لديه سؤال يشاركه معنا في التعليقات. أتأسف لمن لم يظهر سؤاله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.